حلمي راح، حلمي ضاع، حلمي اختفى، حلمي اتغير. في ايه يا انجي؟ حلم مين ضاع منها ده؟ حلمي ايه حبيبتي؟ الحلم بتاعي، الحلم الجميل اللي كنت عايشاه. يا اختي كل ده على سفريه ولا تزعلي نفسك. انا وشعبان بنسافر كل صيف مصيفيه، واحد جمسه واحد بلطيم، هاخدك في واحد بس فيه. ايه في ايه يا حبيبتي؟ بقولك عايزه اطلع باري، تقولي لي بلطيم وجمسه؟ حرام عليك يا هبه، انا حلم حياتي ان انا اروح اللوفر واتصور مع الموناليزا. مين يا اختي الموناليزا دي؟ ممثله؟ في ارحميني. لا، رقاصه. رقاصه واجنبيه وبتشتغل في كباريه اسمه اللوفر. اخس عليك والمصحف، اخس عليك يا انجي، ده انت بتسوقي سمعتنا. طب عيالك يقولوا ايه؟ ها، طب جوزك يقول ايه؟ طب شعبان اللي انت ساكنه في عمارته ده تبهدليه معاكي ليه؟ بس حرام عليك، حرام عليك يا حبيبتي. الموناليزا دي لوحه مش رقاصه، واللوفر حبيبتي مش كباريه، ده متحف كبير فيه حاجات قيمه بيعرضوها هناك. ده اللي في باريس؟ ايوه ده اللي في باريس. طب يا اختي روح اعطينا مناخير ابو الهول اللي نصبين علينا فيها. ومين قالك بقى ان مناخير ابو الهول موجوده هناك في المتحف؟ ده مش حقيقي. الاستاذ سعيد عكاشه والدكتور توفيق حساسين هما الاثنين طلعوا قالوا كده، ودول جهابذه طبعا. الله الله على السخافه يا هبه. ايه ده كله يا حبيبتي؟ قولي لي يا انجي، انت ضامنه يعني الفوز قوي كده؟ ايوه ايوه. حتى بصي دي، ايه ده؟ ده سحتوت؟ إلهي سحتتوك يا هبة. الله، إيه العملة دي؟ جبتها منين؟ جبتها من مزاد للعملات يا جوجو. اسكندر الأكبر كان عاملها وحاطط عليها صورته بمناسبة بناء اسكندرية سنة 331 قبل الميلاد، ودفعت فيها 5000 دولار. يا حبيبتي عشان كده بقى زعلانة ومقهورة إنك مش هتدخلي المسابقة. أيوه، وعمرينو كمان مقهورة أوي. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش، قدمي لي أنا مكانك. فكرة حلوة قوي يا هبة. فكرة ايه الحلوة دي؟ بتهزر دي؟ لا طبعا مش بتهزر، انا بقى بتكلم بجد. انا فعلا هقدم باسمها، ولو هي كسبت انا اطلع مكانها الرحلة. يا حبيبتي ومش بس كده، ده انا بقى هخدمك خدمة عمرك كله. إيه؟ انا عشان اسيبك كده تفوقي وتروقي للمسابقة هاخد منك البامبينو الحلو ده يفضل قاعد معي لحد ما ترجعي بالسلامة وانت فايزة يا حبيبتي. الله يا حبيبتي هيبة، انت ايه اللي حصل لك؟ ما حصلليش حاجة، انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، ده انا بحبك في اللا حب. هعيط، انا اتأثرت جدا، ربنا يخليكوا لبعض يا رب، ما يحرمكوش ابدا من بعض. حبيبتي هيبة، حبيبتي قلب امك. مش عارفة يعني، انا عارفة ان انا برغي كتير يا سمورة، بس انا حاسة ان انا بقيت مجنونة مهووسة بالتحف، مش عارفة. ايه رأيك يا عمرين؟ ايه رأيك يا سمورة؟ انت نمت مني ولا ايه؟ انت لا انا هنا، انا هنا. مفيش حد هنا. لا يا حبيبي لا. انت نمت مني، انا مملة قوي كده. فشل. لا لا يا حبيبي بس احب اركز بس. الاحساس ده جالك من زمان؟ حاسة بيه من زمان وانت بتاكلي بدنجان؟ مش عارفة، مش عارفة يا سمورة، أنا حاسة بس مش متأكدة جالي إمتى. افتكرت جالي لما شفت صفاء السباعي صاحبتي من أيام المدرسة وهي بتكسب 10,000 دولار بسبب ساعة جدها القديمة. 10,000 دولار حقيقة حبيبتي أنا حاسس إنك يعني برضه مجنونة من زمان. في إيه يا سمورة؟ وأنا جاية لك علشان تساعدني وتعالجني ولا عشان تفرسني أكتر؟ حبيبتي انتي مفروسة من زمان. ايوة مفروسة من زمان، بس انا دلوقتي بقيت مهووسة، مهووسة بالتحف والانتيكات واللوحات. شوفي يا عزيزتي، الهوس بالاشياء له سقف معين، يعني لو احنا عدينا السقف ده او حسيتي انك فوق السقف ده تحس ان فعلا انك مهووسة. ولو تحت السقف بقى؟ لو فوق السقف هتحس انك عندك برد رطوبة، يبقى انت مهووسة فوق السقف. لو نزلتي تحت السقف هيبقى في حر ودفى واعصابك هادية. طيب اعرف منين بقى اذا كنت انا فوق السقف ده ولا تحته؟ لو حسيتي بسقعة وبرودة يبقى كده انت فوق السقف.
إنما لو حسيتي بإنك دافية ومرتاحة وأعصابك هادية تبقي تحت السقف كده نقدر نعالجك. تصدق يا سمورة أنا حاسة كده إن أنا والله أعلم تحت السقف. ليه بقى؟ لأن أنا حاسة بدفى وحاسة إن أنا مستمتعة جدا جدا وبقيت أحب بيتي أكتر من الأول. بس علي بقى مش سايبني في حالي. حبيبتي غالبا الأزواج أو الزوج بصفة عامة بعد الجواز خلاص المسؤوليات بتكتر عليه، بيحصل له هوس كده بيتجه للمطبخ، يهتم بشؤون الطبخ. أيوة فأنت لازم تساعديه في الحكاية دي. طب يعني أعمل إيه؟ يعني مثلا ارسمي له لوحة بطاطس محشية بالبدنجان، انحتي له بطة مشوية جواها حمامة صاحية، واخدة بالك؟ ورش عليها شوية بهارات واديها له في وشه. يا سلام، هي دي بقى الفنون؟ اهتمي بهوايات جوزك يهتم بهواياتك. أيوة وهوايات علي قد كده. طيب أنا ههتم بيه وبهوايته. عارف هعمل له إيه؟ هرسم له لوحة من السمبوسك باللحمة المفرومة معاها البطاطس المهروسة، وأنا متأكدة إني هفضل مفروسة. إنجي جميلة إنجي. أجمل حاجة فيه إنه لا شبه أبوه ولا شبه أمه. لا شبهك يا سمورة. غريبة، أنا أقول ماله أهبل ليه كده؟ المسابقات دي عملت دعاية كبيرة للجورنال، ده طبعاً غير الدعم اللي جالنا من الرعاة. يا فندم أنا سعيدة جداً وفخورة إن أنا بتابع حدث عظيم زي ده. أنا عن نفسي عملت حتة ألبوم عن المسابقة اللي فاتت فظيع، عملت فيه كل مجهوداتي الذاتية، لا وحطيت فيه صوري وأنا عاملة كده، وعملت صور سيلفي لنفسي كتير قوي. لا لا بجد تعبت قوي يا أستاذ جميل، يعني بجد ألبوم يستحق جايزة بول أتزر. مظبوط مظبوط تمام. جايزة إيه حبيبتي؟ بول أتزر يا إنجي. إيه مش عارفاها ولا إيه؟ لا لا يا كاميلا حبيبتي اسمها بوليتزر، ده فيلسوف وصحفي معروف، دي جايزة الصحافة العالمية. روح جرايه يا إنجي، أنت عايزة تطلعيني مش فاهمة حاجة يعني؟ لا أنت بتعلي صوتك كمان. أه يعني مش ممكن أنا بصلح لك عشان يعني خلاص خلاص بس. ويا كاميليا جايزة بوليستر في ايه؟ بوليستر ايه يا فندم؟ بوليستر ايه بس؟ بقولك ايه؟ انا فاهم في كل الجوائز العالمية لو سمعت بفضلك. بقولكوا ايه؟ خلي بالكم المرة دي هيبقى في جايزتين، جايزة اندر إيه؟ طابع اندر ايه فندم؟ نعمل جوائز الاندر؟ جوائز اندر ايه؟ اندر طابع بوستة. اندر كمان هيعملوا طابع بوستة للاندر يا فندم ازاي؟ يا 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 انجي يا انجي اندر اندر جايه من الندره، نادر نادر زميلنا. يا فندم قول كده يا فندم وضح عشان في نادر يا اندر. قلنا الاول الاندر خلصنا منه. ايوه صح دي جايزتها. رحله لباريس. ايوه التذكرتين لمتحف اللوفر. تمام 10,000 دولار. اما بقى الجايزه بتاعه اقدم عمله. أيوة. دي 150,000 جنيه. محظوظين بجد، محظوظين اللي يكسبوا الجائزه دي. تعرف يا استاذ جميل اللي كسب المسابقه اللي فاتت مين؟ صاحبه انجي. ايوه فندم صفاء السباعي، دي بقى سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والقبقاب، دي بقى كانت حضرتك مش لاقيه تاكل، كانت هرياني بقى مقشطاني كل لبسي ومكياجي، الحمد لله دلوقتي من سيدات المجتمع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا انجي؟ انت بتعايريها علشان كانت بتسلف منك؟ ايه يعني عادي الصحاب لبعضيهم؟ طب ما انا يعني بسلف منك لما ابقى غنيه كده زيها هتعايريني؟ انت اصلا مش ممكن تبقي غنيه، قصدي يعني حتى لو بقيتي غنيه كوكي انت في فرق كبير بينك وبينها، هي بتستلف لبسي وانت بتشحتيه. شايفه يا استاذ جميل في ايه يا كوكي؟ الله انتوا هتعايروا بعض قدامي. انجي هي اللي كسبت المسابقه اللي فاتت دي صاحبتك؟ ايوه كانت معايا في الجامعه. دي كارثة يا إنجي، كارثة كده. دلوقتي القراء هيفتكروا إن إحنا بنطبق الحكاية وبنعملها لقرايبنا ومعارفنا. هي مش عايز حد يعرف حاجة عن الموضوع ده خالص، فاهمة؟ وأنت بالذات. لا أنا أصلاً عمري ما فتحت بوقي عن الموضوع ده خالص. ده أنت اللي لسه قايلة لها صاحبتها، مش كده يا إنجي؟ أيوه 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 صح، بس حضرتك ما تقلقش خالص يا فندم، ما حدش ممكن يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. بإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا اللي هكسب. تكسبي إيه؟
الجايزة الجاية إن شاء الله. ما هو حضرتك أنا عندي شوية عملات وطوابع قديمة، ما يعني بص يهبلوا. يا إنجي يا إنجي، بقى أنا بقولك ما يبقاش حد صاحبك ولا صاحبتك ولا جارتك ولا قريبتك تقوليلي أنت اللي هتخش المسابقة دي تبقى يا إنجي هنفقد مصداقيتنا عند الناس. في إيه يا أستاذ جميل؟ من حقي. من حقك يا إنجي لو أنت مش موظفة في الجورنال، إنما يا حبيبتي دي معمولة للقراء. هو يا فندم أنا من القراء، أنا بقرأ الجريدة والله كل يوم كل يوم. وبعدين بصراحة أنا نفسي أطلع رحلة لباريس، نفسي أدخل متحف اللوفر. اطلع على حسابك، أهم حاجة المصداقية. يا فندم المصداقية دي بقى هتكلفني كتير قوي بصراحة. طيب بقول لحضرتك أنا جالي فكرة حلوة قوي، أنا خلاص مش هقدم في المسابقة. خلاص حلو كده؟ تمام. بس أنا ممكن أطلع مرافق للي هيكسب الجايزة، إيه رأيك؟ حلوة صح؟ لا. ليه يا فندم؟ ده علشان يعني يبقى فيه مصداقية وأصوره بقى في اللوفر وهو إيه رأيك؟ لا يا فندم، هنصوره بقى واخد الجايزة كده واقف عند برج إيفل. لا برضه يا فندم. ليه يا فندم؟ دي مصداقية، هو دي المصداقية. لا، أنا المصداقية اللي عندي لحد بس اللي هيكسب الجايزة، أما المرافق بقى وكل الحاجات دي شكليات.